بالنسبة للعيد يعني كل ما له الأمور عم تتحسن بالنسبة للحالة المعنوية النفسية يعني للناس، أنا هيك شايفة يعني الحمد لله. يعني كنا مراحل صعبة وكل ما الأمور إن شاء الله عم تتحسن للأحسن، وإن شاء الله بنتأمل تكون أحسن. بالنسبة لوضع الباب ونوعا ما يعني كان ضعيف أمنيا آخر فترة، خاصة في فترة الوقفات الموجودة في العيد، يعني نسأل الله تعالى أنه خلال هالفترة الأربعة أيام تمر خلالها على سلام، إن كان أمنيا وإن كان عن طريق الفصائل الموجودة هون. يعني المشاكل كثيرة كثرت خاصة في الفترة الأخيرة، يعني خلال يوم الوقفة كانت أربع أو خمس مشاكل يعني صارت في فترة المساء يعني. فنسأل الله تعالى أنه تهدي الأوضاع هون وأنه الناس تجتمع مع بعضها وقدر الإمكان يعني يستغلوا هالأربع أيام موجودين، وخاصة بالنسبة للأعداد اللي إجتنا يعني كانت من خلال الأشخاص اللي إجت تشوف أهلها عن طريق الحدود إن كان موجودين في تركيا. فيعني سببت نوعا ما هون يعني ازدهار أكثر وانتعاش في الحياة الاقتصادية الموجودة عنا. فنسأل الله تعالى أنه يكون هالعيد هيك سبب بهجة وسرور، وخاصة من قلب الطفل الصغير للشباب بشكل عام يعني.